واضح. يا مروة، ايه حاجة تشبه شخصية؟ نبات، حيوان، جماد؟ ايه الحيوان اللي بينام كتير؟ باندا. ايه باندا؟ باندا. انت بتطلعي 60 باندا. اه هو الباندا. انا لما بنام ما بشخرش، بس لو نمت على مثلا، لو نمت في مكان في الطيارة، او في نمت مثلا في المحاضرة، او نمت في هنا مثلا، لو بشخر ما بعرفش ايه العلاقة يعني. انتي اميرة اسم عالم سما، ما جيت مشى مثلك على الارض مخلوق. اختار توم عشان مظلوم. ما قلتليش ليه توم مظلوم؟ لانه دايما الناس واقفه مع جيري، وانا جيري هو اللي بيغيظ توم. اه والله العظيم. زقوطه. ايه زقوطه؟ يعني بتلحق ورا الحد او وبيتخبى يعني. لو شفت حد متوتر. في نصب وبيتشلينا، مش حب كلام في اغاني، فبنقفل بابنا علينا. بعمل ايه؟ بغسل وشي عشان ما ببقاش شايفه حاجه. كدبت؟ لا كلنا بنكذب. انا كنت باخد من ماما مصروف اضافي، واقول لها عندي طباعه كتب وحاجات واصرف على كل العام. ان انا متجوزه وعندي عيال. يوم ما قابلتك يا حبيبي كان اسعد يوم في حياتي. يمكن ما جاش لسه.